هذه السمكة الحرة الحمراء اللي هي هذه، 3 حبات طماطم، بصل أخضر مقطع، بقدونس، ثوم، 10 فصوص، فلفل أخضر شرايح، فلفل أسود، كمون، كزبرة وملح وليمون وزيت زيتون. المقادير كلها مع بعض، المقادير البقدونس والكزبرة والبصل الأخضر والفلفل، خليه كثير، ثوم، الآن نحط البهارات كلها، نحط عليها الطماطم، ونحط الليمون. الآن نخلطهم كويس ونخليهم نحط عليهم شوية زيت نحط الليمون، حطينا الملح والفلفل الأسود والهرد والليمون والكزبرة، نزيد عليها موية. قطعنا رأس السمك الحمراء بسببين، السبب الأول أنه ممكن نستخدمها في صيادية الرز، والسبب الثاني أنها ما تنحط كاملة في الصينية. وضع البطاطا الصينية أيضا، الجزر نفس الطريقة، وبعدين نحط له شرايح فلفل شوي. طبعا الآن نجيب السمكة، نقصينا رأسها لسببين، السبب الأول لأن الصينية ما تكفي، ثانيا لأننا نستخدم رأس السمكة في طبخ الصيادية. الآن نضع الحشو جوا بالكامل وزايد نحطه من فوقها كذا وجايد ونحط المرقة حقتها كذا عشان البطاطس نفسه، عشان البطاطس الأسفل يستوي برضو نفسه. الآن أصبح السمكة الحرة الحمراء جاهزة، نحطها بالفرن بعد شوي إن شاء الله. نحطها ونغلفها
خليه كده يتحمر شوية. Thank you.